مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سليمان. فأجواء باردة وغائمة صباحة اليوم الأحد، ثاني أيام العيد، جو بارد و غائم هنا في هذه الصبيحة، صبيحة اليوم الأحد. مشاهدينا الكرام، نهاية أسبوع موفقة للجميع. الصورة أمامكم، جو بارد وغائم صبيحة اليوم الأحد. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم، أجواء باردة وغائمة صبيحة اليوم. غائم ولا الجو هادي؟ إذا المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، فما قليل اللي نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل صباحي مباشر من نواحي بن سليمان. قلنا لكم الأجواء الصباحية كيف دايرة، فجو بارد وغائم صباح الأحد. مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.